هي ليلة القدر لها أمارات. أمارات ثبتت بالأحاديث الصحيحة. العلامة الأولى أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: وأمارات وأن تطلع الشمس صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. والأمارة الثانية أن ليلة القدر ليلة سمحة طلقة، لا حارة ولا باردة. تطلع الشمس ليلة أو صبيحتها حمراء، حمراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من أماراتها أولا أن تكون هذه الليلة ليلة سمحة طلقة، بمعنى سهلة هينة. ثانيا لا باردة ولا حارة، يعني ليس فيها برد ولا حرارة تؤذي، معتدلة. نعم، قال كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال: تطلع فيها الشمس معتدلة حمراء لا شعاع لها. الإنسان إذا نظر إلى هذه الشمس في صبيحتها يراها بدون أن تكسر بصره، ويجدها تميل إلى الحمرة بعيدا عن الصفار. هذه من علامات ليلة القدر، فكما هذه الأمارات التي ثبتت بالأحاديث الصحيحة. أما يعني استسمحك، يعني من يدرك ليلة القدر يدرك ثواب هذه الليلة. نعم، وأجرها أيضا يدركها. لكن ما النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام، يعني الله عز وجل أخفاها. لماذا؟ يعني من الحكمة لكي يجتهد الناس في كل العشر. بارك الله فيه. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، يعني تخاصم وتنازع، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إني خرجت أخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في 97 هي في الأوتر. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. لهذا الأعداد الفردية، نعم الأعداد بارك الله، الوترية يعني الأوتار الوترية، نعم الليالي الوترية.